السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الانتخابات والمحلية، شبح المال الأسود ومزاد الأصوات وقدرة مقررات الإنفاق. رواتب الإقليم أزمة تطل برأسها من جديد، ارتدادات السياسة والاقتصاد. حياكم الله. مع اقتراب الانتخابات المحلية المعطلة منذ عام 2013، فإن محاذير المال الأسود تبرز إلى الواجهة كأحد الأسباب اللي تقوض التجربة الديمقراطية وتكون عارض حقيقي أمام أصحاب الأهلية، وتفرز أشخاص لا يستحقون الفوز نتيجة بروز أدوات المنافسة غير الشرعية وإيهام الناخبين بغية حصد أكبر عدد من الأصوات. ومع وجود المحددات الدستورية لتنظيم الحملات الانتخابية، فإن الأهمية تكمن في مدى قدرة الجهات المنظمة لإنفاذ هذه القوانين على الكيانات السياسية والأفراد، خاصة وأنها لم تغب عن جميع الانتخابات السابقة البرلمانية والمحلية على حد سواء. أما في ملفنا الثاني في حصادنا لهذه الليلة، فبين بغداد وأربيل أزمة تطل برأسها من جديد، رواتب الإقليم المعلقة اللي بقيت بهذه المنطقة نتيجة كم الخلاف اللي عصى على التسوية رغم الجهود المبذولة، وكنتاج طبيعي لحالة التباعد في هذا الملف بين حكومة المركز والإقليم، يعاني موظفوه من آثار هذه المسألة اللي امتدت لتسبب ركودا اقتصاديا، غير أنها من المحتمل أن تفتح الوضع السياسي على سيناريوهات متعددة وتعيد للمربع الأول. ملفي حصادنا لهذه الليلة راح نناقشهم تباعا مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة. في هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام، ضيفا كريما حياك الله أستاذ وائل، وكذلك الأستاذ حسن سلمان المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، حياكم الله. أستاذ حسن، أسأل حضرتك عن مفوضية الانتخابات، حددت نطاق الإنفاق المسموح للدعاية الانتخابية وفق أي معايير تم تحديد هذه التعليمات؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك الدكتور وتحية إلى الضيف الكريم الأستاذ وائل وإلى مشاهدي قناة الأيام الفضائية. حقيقة في كل عملية انتخابية هناك أمور تنظيمية تخص الجوانب الدعاية الإعلامية أو الدعاية الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين المتنافسين. هذه الضوابط مبوبة وفق نظام خاص، نظام الحملات الانتخابية. في هذه الانتخابات إن شاء الله سيكون أمر آخر مضاف من المحتمل تطبيقه، وهو نظام سقف الإنفاق الانتخابي، وذلك لتحديد السقف الواجب اتباعه أو الحد الممنوح للحزب أو التحالف أو المرشح الفرد في أثناء ممارسته للعملية الانتخابية، تحقيقا لمبدأ العدالة في الإنفاق، ويطبق وفق معايير ووفق جوانب فنية تكون مراقبة ومشخصة من قبل المفوضية من خلال اللجان التي ستشكل لهذا الغرض. نعم. طيب أستاذ وائل حياك الله مجددا، ولما يتفضل أستاذ حسن بهذه التفصيلات، ونسأل حضرتك عن نطاق الإنفاق المحدد من المفوضية، تشوف جنابك هل هو طبيعي يتماشى مع الدائرة الانتخابية كعدد الناخبين، الفرق بين المرشح التابع لكيان سياسي والمرشح المنفرد ضمن الحدود المسموحة، لو يعني يكون من نوع من المنافسة غير المشروعة هذا الانفاق؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد ولضيفك العزيز ومشاهدينا مشاهديكم الكرام، حياكم أستاذ أحمد. للواقع الحقيقي يعني أن ثمة تباين واضح ما بين كتلة وأخرى وبين مرشح وآخر،
من خلال يعني الأموال الموجودة للحملات الانتخابية، سواء كانت حملات انتخابية لمجالس محافظات أو حتى إلى انتخابات برلمانية. أتصور أنه يفترض يعني حتى وإن كنا من في القانون الماضي السابق المناطقي الذي مر علينا بانتخابات الماضية، يعني ما كان هناك عدالة ولا هناك إنصاف على صعيد المناطق. يعني نجد أنه منطقة تخرج لنا 4 نواب مثلا، بينما بعدد سكان مبني على إحصائية قديمة، مستند على إحصائية قديمة من 2007، من 1997 آخر تعداد سكاني أعتقد صار في العراق. وبالتالي يعني مسجل المنطقة 500,000 وهي تعادل أكثر من 1,000,000، بها 4 مرشحين، بالتأكيد أنه المنافسة تكون فيها غير نزيهة. بشكل وآخر أنا أتصور أنه وجود المال الذي يؤثر على سير الانتخابات وشراء الذمم للمنافسة، هذه لا يمكن أن أسميها منافسة نزيهة ومنافسة أخلاقية ومنافسة شريفة. طيب اليوم الشارع والمواطنين يحتاجون بعض الأحيان إلى مرشح موجود في كتلة معينة مثلا، يعني شلون يقدرون يعني ينتخبوه أمام مغريات تقوم بها كتل سياسية أخرى لشراء هذه الأصوات، وموجودة العملية كثيرا. بشكل عام وآخر هذه العملية وهذا السلوك هو غير صحيح، نحتاج إلى قوانين لربما ليس فقط من المفوضية، أنا المفوضية لربما لا أحملها يعني الجزء الأكبر من هكذا أمور تجري على الساحة، بقدر ما أحمل الجانب التشريعي الذي يحتاج إلى إقرار قوانين حقيقية تلزم الكتل السياسية من ناحية المبالغ والصرف والبذخ والإنفاق حول الفوز. هذه من ناحية، من ناحية أخرى بقية الأمور تعتمد على ثقافة ووعي الناخب. يعني اليوم ثقافة الناخب، أنا أتصور لو يلجأ المرشح من أي كتلة كانت إلى تثقيف الشارع بأنه يا جماعة الخير ترى نحن كيف لنا أن نصحح العملية السياسية بوجود أموال، وكيف لنا أن نتهم سين وصاد بالفساد وأنتم تقبلون أن تأخذوا الأموال من قبل بعض المرشحين الذين لديهم حقائب مملوءة في الأموال. فبالتالي لو تكون الثقافة بهذا الشكل، نعم قد تمر علينا هذه الانتخابات ونأتي إلى انتخابات قادمة أو بعدها إلى ثقافة حقيقية من الممكن أن الصوت للناخب لا يذهب سدى، والمرشح يتحلى بشيء من النزاهة فضلا عن وجود قوانين، حينها تتكامل الأمور بشكل طبيعي أتصور. طيب هنا أستاذ حسن، يعني بعد تحديد الإنفاق واشتراط المفوضية على كل حزب أو تحالف أو المرشح الفرد أن يعين محاسب مالي يتولى تنظيم الشؤون المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والدعائية، شنو اللي راح يضمن دقة هذه التقارير؟ حقيقة بعد ما تفضل الأستاذ وائل ببيان الجوانب السلبية لمسألة الإنفاق الانتخابي، وهو طرح أنا أعتبره طرح واعي وواقعي جدا حقيقة، أنا أخلص إلى الطرح الفني لأنه أستاذ وائل عنده مساحة يقدر يتحدث بها أكثر كجوانب أخرى تخص مسألة الإنفاق. أنا الطرح اللي راح أتناوله هو طرح فني. إحنا حقيقة يعني من خلال سقف الإنفاق الانتخابي أو نظام سقف الإنفاق الانتخابي هناك مفترضات معينة وفق ما جاء في مفردات هذا النظام، نحاول أن نحيط يعني قدر الإمكان بكل التفاصيل الفنية اللي ممكن أنه من خلالها نحاول نسيطر على الغاية اللي ممكن أن نحققها من خلال تحديد سقف الإنفاق. يعني هناك مثلا في افتراض سقف الإنفاق الانتخابي هناك يعني مبلغ معين، هذا المبلغ يحدد وفق الدائرة الانتخابية ووفق عدد الناخبين، وهو مشرع وفق النظام حاليا إذا ما أحدث عليه تغيير.
بمثابة أو بثوابت هو 250 دينار لكل ناخب على الدائرة الانتخابية، هذا بالنسبة للمرشح. المرشح الفرد يحق له سقف إنفاق ما مجموعة 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين للدائرة الانتخابية. أما بالنسبة للحزب والتحالف فهو العدد هذا نفسه مضروب في عدد المرشحين داخل الحزب أو التحالف، يحسب هذا المبلغ وعلى أساسه يتم تبويب ما مجموعة أنه لكل حزب هذا الرقم أو هذا السقف بإمكانه أن يمارس دوره في الدعاية الانتخابية. تسألني شلون راح يطبق هذا الأمر؟ هذا الأمر راح يطبق من خلال، أنا أحكي لك كجانب فني وكافتراضات فنية مستقبلا في حال تطبيق هذا النظام، راح تكون من خلال الرصد ومن خلال لجان محددة. هذه اللجان تمارس دورها وفق جوانب فنية راح نحيط بها ونضع لها ورقة عمل خلينا نسميها خلال تطبيق هذا الجانب أو مراقبة هذا الجانب، وهذه الجوانب راح تكون على الأقل تحاول أن تحد من سقف الإنفاق اللي ممكن أن يصير به من خلال ما طرحه أستاذ وائل، أنه أكو تباين واضح وبون شاسع بين ما ينفق الحزب سين أو ما ينفق التحالف صاد أو المرشح الفلاني أو الحزب الفلاني. هذه الجوانب الفنية حقيقة يعني إلها فعاليات معينة وإلها جوانب نظرية راح تكون أو تعليمات راح ترافق هذا النظام ستطبق خلال يعني قبل بدء الحملة الإعلامية أو الانتخابية للأحزاب والتحالفات اللي هي من المفترض أن تكون قبل شهر من يوم الاقتراع وقبل ويكون الصمت قبل يوم من يوم التصويت الخاص. حسن، مو عندنا ما نتحدث عن المحاسب المالي راح يتولى هذا الموضوع، يعني عفوا شلون راح يكون الضابط اللي درجة الموثوقية بين هذا المحاسب والمفوضين؟ تمام. المحاسب المالي هو أحد المواد الأساسية اللي فرضها النظام بأن يعين كل حزب أو تحالف أو مرشح فرد محاسب مالي. هذا المحاسب المالي يقدم تقرير بمجموع ما تم صرفه خلال الدعاية الانتخابية وفق المعايير اللي ذكرتها بالبداية، وأن تكون مراقبة ومدققة من خلال اللجان اللي إلها إحاطة تامة بكيفية الصرف، وبالتالي تحديد التجاوزات، وتفرض هناك عقوبات على كل من لا يلتزم بهذا الأمر، قد تصل إلى إلغاء الترشيح وغيره من العقوبات وفق النظام الذي ذكرت. طيب أستاذ وائل، المال اللي يتخذ طابع الهدايا والعزائم يعني هذا مال مخفي، لما يكون هنالك لجان مراقبة للإنفاق يعني يشوف الدعاية، يشوف الصور المعلقة، يشوف أكو بعض الأمور الظاهرة، ولكن هذه الخفايا، خفايا الصرف، شلون من الممكن يتم السيطرة عليها وهي متوارية عن الأنظار؟ يعني هذه هي المشكلة الكبرى. لذلك أنا أتصور أنه لو يصار إلى أن كل مرشح عندما تبدأ الحملة الانتخابية إلى العلن، أنه يفترض أن يكون كل مرشح يخبر المفوضية العليا للانتخابات بأنه سيقوم بهكذا نشاط، اليوم عندي اليوم لقاءين تجمعين أنا راح أكون متواجد بهن بالمكان الفلاني وفي الساعة الفلانية، ليتسنى للمفوضية أن ترسل أحد ممثليها أو أحد لجانها المتخصصة للإشراف والتأشير على مدى القدرة الحقيقية للصرف، حتى أقدر أقارنها مع المحاسب المالي اللي حضرتك قلت له، لأنه أغلب المحاسبين الآن لكل الكتل السياسية سوف تكون مراعية ومطابقة إلى قوانين الهيئة المفوضية العليا للانتخابات، ولن تسمع كتلة سياسية قد خرقت هذا القانون، لأنهم ما يمكن أن يعطون يعني مثلب على 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 أنفسهم. لذلك المشكلة هي مشكلة يعني بعد الكتل السياسية لحد الآن ما تتعاطى مع العملية الانتخابية برؤية ديمقراطية وبمنافسة شريفة حقيقية، لا، وكأنها يعني هي تسمى معركة انتخابية، نعم، لكن معركة انتخابية ديمقراطية ليس فيها شيء من كسر المقابل، وبالتالي هم يرونها معركة وجود. وهذا الفرق ما بين
اللي يعني الموضوع اللي قاعد يجري به يعني في العراق مع بعض الدول التي مارست الديمقراطية كثيرا. لذلك نحن نحتاج إلى حقيقة إلى بلورة لهذا الفكر. يعني اليوم قد يكون لود على المفوضية العليا للانتخابات، لكنه تحتاج إلى أن فعلا كونها الجانب المسؤول عن نزاهة وعن نضوج الانتخابات ونتائجها بشكل صحيح، ودائما ما نلقي الضوء اللوم عليها ان تأخرت في إعلان النتائج او ان حدث يعني حدثت شائبة وخلل معين، نوجه الاتهام الى المفوضية حتى تدرأ يعني عن نفسها هذه المفسدة وتدافع عن نفسها بشكل صحيح، وان تتحمل عبئا فلتكن حقيقة تفرض قوانين صارمة تحد من حركة السيد الكريم اليوم وأمس وقبل أسبوع، لمجرد أن تمت المصادقة على أسماء المرشحين أنا أعرف مجاميع مرشحة بدأت بالعملية الانتخابية يوميا، داخل إلى فلان مكان وداخل إلى فلان تجمع وداخل إلى فلان، نعم ماكو علني لكن ضمن المناطق وبشكل صحيح، وينفق يدفع ويدعو إلى ولائم ويدعو إلى كذا ومنح هدايا. طيب أنا هذا يعني أمامه يقول لك عندي فلوس، طيب أنت عندك فلوس، غيرك ما عنده فلوس، غيرك فعلا جاي يريد يحقق نجاح لهذه العملية ولهذا الوطن، أما أنت جاي عندك الوصول إلى الانتخابات من أجل غاية معينة لزيادة الرصيد المالي ولزيادة الجاه لكي تنفذ من خلاله إلى مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب والعياذ بالله منها. فبالتالي اليوم أمام هذا الواقع الحقيقي لابد علينا أن نتعاون وأن نلقي يعني وإن تتحملنا ويتحملني الأخ ضيفك الكريم، المفوضية هي الواجهة الحقيقية لنجاح الانتخابات، أما إذا نبقى على الكتل السياسية بالتأكيد أننا مسألة طموحات وإمكانات. أستاذ حسن، لما السيد الركابي طالب بأن يكون هنالك موظف أو لجنة يحضر هذا النشاط وهذا المهرجان، هذا يعني ألا يكون عبء ثقيل على المفوضية في أداء هذه المهام؟ والله دكتور أنا مع حقيقة يعني وللمرة الثانية يعني مع الطرح الفني والقانوني نعم والأستاذ وائل الركابي حقيقة، بس أنا أقول إنه هناك فرق بين تصور الحالة وبين تطبيقها. يعني أنت تصور يعني بأثناء بدء الدعاية الانتخابية لمجموعة كتل سياسية متنافسة ما بين تحالف ومرشحين أفراد وأحزاب، يعني ما مجموعة يمكن تقريبا حوالي 138 حزب وتحالف ومرشح فرد، وينضوي تحت هؤلاء أكثر من 6000 مرشح. هذا الأمر إذا طبق في بغداد أو المحافظات أيضا، وإذا طبق وفق يعني رؤية الأستاذ وائل هو أمر رائع جدا وصحيح، بس من تجي للواقع يعني المؤسسة ما عندها الكادر الكافي لمراقبة مثلا أنه سين هل قد عدد من المرشحين تابعين للحزب الفلاني مسوين ندوات وضروري أنا أحضرها، يعني ما راح نلم بكل التفاصيل المتعلقة بالدعاية الانتخابية اللي راح يسويها المرشح حتى نعرف أنه هذا ممكن تصرف التصرفات اللي خارج نطاق المسؤولية القانونية حتى نقدر نحصر المخالفة. راح نحكي على هذا التوازن اللي تفضل به أستاذ وائل الركابي، انه ما عنده واللي يريد عندنا مشروع سياسي يريد يحققه وما عنده مال، وهذا اللي عنده مشروع متخذ مشروع استثماري وينفق هذه الأموال. الفرق بين المال السياسي اللي هو مباح بحدود الإنفاق المذكور والمال الأسود يعني اكو شعره بسيطة. طيب هذا التقارب أستاذ حسن ما راح يساعد على خلط الأوراق أمام الجهات الرقابية، صعوبة الفصل بين هاتين الحالتين؟ هو هذا الأمر حقيقة دكتور، وأنا حقيقة يعني أتكلم بواقعية، وربما يعني ربما مؤسستي لا تسمح لي بيان الجوانب الأخرى، لكن مع هذا أنا أكون واقعي وياك. يعني مسألة الإحاطة بكل الخروقات من هذا الباب مسألة صعبة جدا فنيا بالمؤسسة، وإحنا حقيقة يعني خلال التجارب الانتخابية السابقة، وأنا رجل منذ تأسيس المؤسسة من سنة 2004 وإلى يومنا هذا ومعاصر كل العمليات الانتخابية،
أكثر ما نشوف بمسألة خرق وعدم سيطرة هي مسألة الدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي حقيقة. بس إحنا خلال هاي العمليات أيضا إحنا نقدر نشخص أو نحيط بما نستطيع حقيقة ودون أن نحابي سين أو صاد، وبما يعني بما نقدر يعني بالتفاصيل المتعلقة بمسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، ونحاول قدر الإمكان أنه نساوي بطريقة معينة. وهذا النظام الجديد هو أحد خلينا نسميها الولادات الجديدة في ميدان استقراء الأخطاء وتشخيص الجوانب السلبية اللي تفضل بها الأستاذ وائل حقيقة، ونحاول قدر الإمكان تطبيق هذا النظام خلال العملية الانتخابية المقبلة، وعلى المرء أن يسعى وليس عليه أن يكون موفق، لأنه قلت لك الأمر صعب جدا حقيقة. يعني أنا أتكلم بواقعية ودون الأمر صعب جدا مسألة السيطرة على حقيقة. تعقيب على ما تفضل به، نعم قد تكون العملية من الناحية الفنية فعلا كما تفضل فيها صعوبة، لكن يا حبذا لو يكون هناك بديل، مثلا المفوضية تنشر أرقام هواتف كثيرة وتنشر مواقع كثيرة، قد أكون أنا الشخص الذي وغيري المتواجد أو الذي يؤشر بعض الأحيان في هكذا مهرجانات انتخابية، قد يؤشر ظاهرة سلبية يرسل ويستطيع أن يتصل لكي يتسنى للمفوضية مثلا في هذا الحال إرسال أحد ممثليها للمراقبة والمتابعة. أرقام رباعية أو خطوط ساخنة وهذه الجهات القطاعية المتخصصة تساهم بهذا الموضوع، موجود هاي الحالة أستاذ حسن؟ إذا تسمح لي دكتور بس تعقيب على ما تفضل به أستاذ وائل، حقيقة هذا الأمر موجود، أنا أقول لك إياها في كل عملية انتخابية، هذا الأمر موجود، وأكو عندنا يعني لجنة خاصة استقبال الشكاوى من المواطنين العاديين، يعني قد وفي كل عملية انتخابية تجينا عشرات الشكاوى إذا مو مئات الشكاوى تعرض أنه سين من المرشحين قدم كذا أو خالف كذا أو عرض كذا، أو يعني هاي الأمور أيضا موجودة حقيقة. وهناك عندنا خلينا نقول مرصد خاص اسمه الكول سنتر اللي هو يستقبل مثل هكذا شكاوى. بالنسبه لسؤالك دكتور العفو، خليني اذهب الى ما تفضلت به عكس الاستاذ وائل. يعني استاذ وائل هسه احنا نحكي على الانفاق، ولكن ماذا عن المناصب؟ يعني اكو مسؤولين دوائر، محافظين، اعضاء مجلس محافظه رشحوا الانتخابات، هنا مو راح تكون عندنا مخاوف من استغلالهم للمنصب او تجير الدعايه الانتخابيه عن طريق تقديم الخدمات المكلفين بها ولكن تحسب ضمن خانة الدعاية الانتخابية؟ والله يا سيد الكريم يا أستاذ أحمد، أنت اليوم تتحدث عن موضوع حقيقة في غاية الأهمية ويثير المواجع والهموم أمام المواطن. يعني أنا كنت أتمنى من كل الكتل السياسية الكبيرة والمؤثرة والذي يعني نتمنى لها الفوز والنجاح، كنت أتمنى أنه لا يتم إدخال أي شخص يتبوأ منصبا سابقا أو منصبا حاليا لهذه الانتخابات بذريعة أنه هو وجوده، لأنه هذا راح يؤشر من حيث نشعر أو لا نشعر، وإيش ما نوصل من مستوى المستوى الملائكي والصورة الملائكية أزاء إبعاد كل المساوئ عن سين وصاد من الكتل، إلا أننا نبقى نشكك في النوايا الحقيقية. ما أجمل أن تكون القائمة بأسماء جديدة، أسماء لشخصيات لربما حتى من غير الموظفين، وأسماء شخصيات وإن كانوا موظفين لكن لم يتبوأوا مستوى على صعيد وظيفي فيه مناصب كبيرة. أما أن تجيب لي شخص هو ضمن مجلس محافظة أو ضمن محافظة وكان سابقا أو يشغل حاليا منصب بمحافظة، وهذه المحافظة سين أو صاد بأي محافظة من محافظات العراق عليها شبهات وعليها كثير من النقد، أجيبه مرة ثانية ما الداعي؟ يعني أنا والله مرات أصفن أقول يعني هل فعلا إنه مستوى النضوج خلال هاي المدة 20 سنة اللي مرينا بيها لحد الآن ما استفادينا من تجارب الاستياء الشعبي، ما استفادينا من تجربة التصحيح الحقيقي أزاء المستقبل الواعد، ما استفادينا من تجربة الخشية على أن أنفسنا وعلى الأحزاب أن تروح تلغي بسبب سين أو صاد التي تدار من عندهم الأمور؟ لا، هذا أنا أتصور خلل واضح، وانتقاد ينتقد لربما
ينتقص من حقيقة من قيمة. أنا مثلا أنت عاجبني أو أميل إلى سين من الكتل وعاجبني فيها صاد من المرشحين، طيب هذا من أشوفه ما موجود أو أشوفه موجود لكنه رقم بعيد ومو تسلسل حقيقي وموجود اسمه ضمن مجموعة راح يبثخون أموال حتى يفوزون بهذه الانتخابات. طيب ما يعني ما الداعي؟ مو هذا أحد أسباب العزوف أستاذ أحمد اللي خلى الناخب يعزف عن المشاركة. نحن اليوم نثقف ومنذ فترة على المشاركة بالانتخابات وعلى التغيير الحقيقي الذي اليوم لا بديل لنا من التغيير سوى الطريق الديمقراطي وهو الانتخابات. أما أن تجيني أنت راح تخلي ذريعة للأطراف التي تتناهش على هذه العملية السياسية الفتية وتخليها أنه دائما تملك ذريعة لمحاربتك ولتوجيه أسهم على العملية السياسية. أتصور أنه هذا واحد من الأخطاء الكبيرة التي لا تغتفر للكتل السياسية التي ترشح هكذا شخصيات عليها علامات استفهام. طيب يبقى عندنا ضابطة أيضا أستاذ حسن راح تأخذ بنظر الاعتبار من قبل المفوضية اللي جاي تدقق سجلات المرشحين، يكون هذا التدقيق إذا ما أخذ طابع المهني بامتياز من الممكن أن يسهم بإبعاد الكثير من الشخصيات اللي من الممكن أن تكون مستقبلا تستخدم المال لتغيير اتجاهات الناخبين. دكتور الحقيقة يعني مسألة التعامل مع قوائم المرشحين أو أسماء المرشحين تعرف يعني خلينا نقول منضوية تحت ضابطة الفقرة القانونية اللي وردت بخصوص مؤهلات المرشح، يعني غير الثوابت الأساسية اللي وردت بقانون الانتخابات سواء كان قانون انتخابات يعني مجلس النواب أو قانون انتخابات مجالس المحافظات اللي هو موحد حاليا بالقانون رقم 4 لسنة 23، حقيقة يعني ما لم تشير مثل هذه الضوابط أو هاي المؤهلات إلى الجانب الذي تحدثت عنه. أكو ثوابت أساسية بالنسبة لمؤهلات المرشح وتعرفوها وفق القانون، أما مسألة مثلا تناول مثل هكذا موضوع بخصوص الإنفاق لم ترد حقيقة، ونحن مقيدون بتطبيق قانون كجانب فني كما تعرف. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسن سلمان المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، وكذلك الشكر الموفور لحضرتك الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام ضيوفا أكارم في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. رواتب الأقليم أزمة تطل برأسها من جديد، ارتدادات السياسة والاقتصاد. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور طالب ولي الفيلي رئيس تجمع كفاءات الكرد الفيليين ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا بك دكتور. مشكلة رواتب الإقليم واحدة من الملفات اللي بقت طيلة سنين هي عصية وقائمة لحد الآن. نتحدث عن التسويات الأخيرة والاتفاق بين بغداد وأربيل، لماذا لم يحل هذا الاستعصاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الأيام الفضائية. في البداية سؤال يتبادر إلى الذهن، دائما من هو الخاسر الأول في جميع المنازعات العسكرية أو السياسية سواء كان بين الدول أو بين مكونات الشعب الواحد؟ فالجواب طبعا هو دائما عامة الناس أو الشعب، هو دائما الخاسر الأول والخاسر الوحيد في هذه المنازعات، والمسؤولين طبعا يزدادون ثراء في كل المنازعات، هذه معروفة. سؤال نسأله ثم يتبادر إلى الذهن، من هم هذا المكون اللي يسكنون في أقليم كردستان؟
الجواب طبعا هم جزء من الشعب العراقي الأصيل، جزء أصيل أيضا من هذا الشعب. فإذا الشعب الكردي هو جزء من 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 الشعب العراقي لا يتجزأ، يعني وعينا احنا وعينا انه نحن اكراد فيليه او غير فيليه في نسكن مناطق الاقليم او خارج الاقليم، اتصالاتنا نحن جزء من هذا البلد، جزء من من الشعب العراقي، جزء من 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 الدوله العراقيه. دائما الخلافات السياسيه تؤدي الى 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 مصائب، الى الى ويلات، الى زياده الضغط على الشعب. في هذه المنازعات نشاهد من 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 بدأ السقوط ولحد الآن، نعم. نشاهد الأقليم يرمي بالكرة في ملعب الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية يرمي بالكرة في ملعب حكومة الأقليم، نعم. والناس هم المتضررين الأساسي. نحن نعرف أنه بالعراق الشعب بأكثر من 90% هم يتقاضون رواتب من الحكومة، أي أنه الفرص الحصول على العمل في الشركات الأهلية تكاد لا تذكر، قياسا إلى نسبة التوظيف في دوائر الدولة. وبالتالي أي إجراء يخص مثلا عدم إرسال الموازنة أو عدم إرسال مستحقات الأقليم سيؤثر تأثير مباشر على مستحقات الموظفين، والذين هم شريحة متوسطة. هو بالنتيجة هذا الموظف هو ابن العراق، ما نتحدث عن ابن الإقليم أو الوسط أو الجنوب. هذا الاختلاف في وجهات النظر بين بغداد وأربيل دكتور طالب، نتحدث اختلاف سياسي من جهة، وأكو عندنا موظف أصبح هو ضحية، وضحية من يعني من الإقليم بنفسه بذاته. استمرار هذه الأزمة أثقل كاهل الموظف، بالنتيجة من يطالب ويراعي حقوق هؤلاء الموظفين؟ والله هو الـ الـ يعني الـ المتضرر الرئيسي هو الموظف أو هو عامة الشعب. هذه يقع على كاهل المسؤولين سواء في الأقليم أو في المركز. نحن نرى في كل موازنة أو بداية كل موازنة، بداية كل سنة هناك مفاوضات تجري بين لجان تأتي من الأقليم إلى 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 بغداد، وأنه توصل الأقليم والمركز إلى اتفاق سياسي، وبالتالي يستلم المركز حصة من النفط من الأقليم، وبالتالي المركز يدفع رواتب الأقليم. ونلاحظ أنه لا يستمر هذه العملية لشهر أو شهرين ثم نرجع إلى المربع الأول. مثلا في خلال هاي السنة هسه موظفي الأقليم لم يستلموا رواتب الشهر السابع والثامن، ونحن داخلين على الشهر التاسع. يعني لو حدث أن تأخر الرواتب للمركز لشهر واحد ستحدث كارثة داخل المركز. طيب. نحن نؤكد أنه دائما حل جميع هذه الإشكالات والمنازعات بطرق لا يؤثر على 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 الدخل اليومي للموظف أو لعامة الناس. مو هذا التزمت بالرأي، يعني أكو موارد مالية موجودة في الإقليم، وأكو ضرائب، وأكو منافذ حدودية، كلها تحت تصرف أربيل. بالنتيجة ليش ما يتم صرف الرواتب من هذه الإيرادات، والخلافات السياسية لها طاولات سياسية تحل بها؟ نحن لا نستثني، انا لا استثني مسؤولي الاقليم من 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 هذه المشكله. نعم المسؤولين في الاقليم ايضا جزء من هذه المشكله، وبالتالي هذه المشكله انعكس على الشارع. عند تاخر الرواتب في الاقليم ايضا يؤثر على الحاله الاقتصاديه لمحافظات الاقليم، وبالتالي محافظات الاقليم ايضا مربوطين ربط مباشر بقية المحافظات العراقية. عندما تقل القوة الشرائية والمعيشية في محافظات الأقليم سيؤثر تأثير مباشر على بقية المحافظات، وخاصة المحافظات يعني متاخمة للأقليم، مثلا ديالة، بغداد، كركوك، هذه المحافظات المباشرة لديهم تعامل مباشر مع محافظات الأقليم، بالإضافة إلى بقية المحافظات. أيضا المسؤولين في الأقليم يتحملون جزء أساسي. نعم لديهم موارد نفطية، لديهم موارد في المنافذ الحدودية، لديهم واردات أيضا، لديهم بعض المعامل، بعض المصانع.
هذه أيضا يشكل عبء على السياسيين الأقليم. يعني الآن المسؤولين في الأقليم يرمون الكرة في حوزة الحكومة المركزية وكأنما الاتحادية هي يعني هنا أكو حتى خلي أوقف على كلمة وكأنما أكو مرات خطابات ثقيلة دكتور طالب. يعني كان أكو تصريح من السيد مسرور بارزاني بهذه العبارة يقول الآن يجب على العراق. طيب يجب على العراق، أنت تعتبر ابن العراق، إقليم كردستان هو شمال العراق، مخاطبة حكومة شرعية بهذه اللغة ما تعتبر خطاب ثقيل؟ حتما دائما في البيت الواحد يحدث منازعات ويحدث تراشق كلامي. أيضا المسؤولين في الأقليم يجب أن يراعي الشعب الكردي في الأقليم، وبالتالي يجب على كل طرف أن يكون يتنازل عن جزء كبير من حقه في سبيل التوصل لمطالب هذه. أيضا نحن نشكل على المسؤولين في الأقليم بأنهم لم يحققوا ما يريدوه الشعب في الأقليم والموظفين في الأقليم. نرى كثير من الموارد في الأقليم، مثلا هناك شركات نفطية كبرى تعمل في الأقليم، هناك مصافي، هناك معامل، هناك واردات مطارات، هناك منافذ حدودية، يجب أن تستغل جميع هذه الموارد في سبيل إنعاش الأقليم وبالتالي تسديد مستحقات الأقليم، بالإضافة إلى الأموال التي ترسل من الحكومة المركزية. هذه التناغم يجب أن يكون وفق مسؤولية مباشرة ومشتركة بين سياسي الأقليم وسياسي المركز. عندما يخل بأي طرف من هذه الأطراف يتخلخل المعادلة، وبالتالي نرجع إلى عدم التوافق ثم عدم صرف الرواتب، وبالتالي يكون الموظف هو أو الشعب العامة الشعب هو المتضرر الرئيسي في هذه العملية. طيب أكو يعني احتمالات أن تمتد آثار هذه الأزمة المالية دكتور طالب، أزمة الرواتب، نحو المشهد السياسي وأيضا التحالفات السياسية، باعتبار أكو مظلة سياسية وهي ائتلاف إدارة الدولة اللي بطبيعة الحال جمعت تحت مظلة الحكومة والإطار التنسيقي والأحزاب الكردستانية، فبالتالي الكل مجمعون على حل هذه المشاكل. ليش تطلع أن هذه الأزمة وتثير الغبار نحو المشهد السياسي؟ طبعا تشكيل الحكومة كان من عدد من أركان الدولة اللي هم يسموهم إدارة الدولة، اللي هم الكرد والسنة والشيعة. عندما يكون عدم التزام أو إخلال بأي طرف، طبعا هناك ما نبري إحنا المؤثرات الخارجية من الدول خارجية مؤثرة داخل المشهد العراقي. هذه التأثيرات أيضا أتى بظلالة على المشهد السياسي داخل العراق. نحن نرى أنا يعني أشوف أنه من الممكن أن نلم البيت العراقي وأن يكون الجميع في مستوى المسؤولية وأن يكونون شجاع. أيضا أكو هناك قانون مهم، قانون النفط والغاز، يجب أن يقر قانون النفط والغاز. عندما يقر هذا القانون ستحل جميع المشاكل الأخرى، أيضا نفط الأقليم المن تابع للمركز للأقليم، الآبار القديمة أو المستكشفات الجديدة، أيضا هذه كلها تحل، وبالتالي ننتهي من فقرة مستعصية اللي هو قانون النفط والغاز الذي يؤثر تأثير مباشر بالمشهد السياسي. أيضا هذه المؤثرات كلها انجمعت. أيضا لا ننسى أنه الجانب الانتخابي إلى دور كبير، الجانب الانتخابي، ونحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات. أيضا هناك كثير من الجهات يحاول استمالة هذه الطرف أو الطرف الآخر إلى جانبي في الحصول على بعض المقاعد، وبالتالي تشويه الوضع وانجراره بجانب لا 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 يكون في مصلحة الشعب العراقي بصورة عامة. طيب البارتي لما يتخذ
يعني هذه المواقف تجاه موظفي في الإقليم. طيب ما هو المسؤول الأول بالدرجة الأساس وعلى تماس مباشر مع الموظفين؟ ليش يلوح بالمشاكل مع الحكومة الاتحادية؟ ليش ما يكون أكو مبادرة من عنده ويغير هذه الحالة ويعتبره موقف طبيعي لعدم الوفاء بالتزامات المركز وهو يصرف الرواتب من ضمن هذه الموارد المتأتية وعلى أقل تقدير يحل هذه الأزمة الداخلية؟ ليش بعدين ينقلب يعني هذا الموضوع ينقلب عليه بالدرجة الأساس؟ يعني حكومة الإقليم دائما يقول إنه هذه الموارد لا تكفي أو لا تسد الرواتب في إقليم كردستان، إنه الرواتب إنه تقريبا حسب إحصاءاتهم إنه أكثر من 850 مليون دولار، وأن الشركات النفطية إنه هذه النفط المستخرج من الإقليم تذهب قسم منها إلى الشركات النفطية والقسم الآخر لا تسد مع الواردات من الحدود أو غير الحدود أو المطارات برواتب الإقليم. ومن ثم بما أنه البارتي هو المتصدي الأول للحكومة في الإقليم، هو رئيس الإقليم وهو رئيس وزراء الإقليم، وأنه عاصمة الإقليم هو أربيل وهو المتحكم بأكثر الموارد في الإقليم، وعدم الشفافية في هذه الموارد أدى إلى خلخلة الوضع وبالتالي عدم صرف الرواتب. نحن من هذا المنبر نطالب الجميع، نطالب جميع مسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة المركزية. دائما لماذا نطالب الحكومة المركزية؟ لأن حكومة المركز هو الأب، هو الراعي، هو المتصدي الأول في كل النواحي، أن يكون هو الظل اللي يستظل به الجميع سواء كان عرب، أكراد، تركمان، الكل، إنه يراعي الكل بصورة متساوية وأن يبادر إلى حل هذه المشاكل. طيب. وأن يكون هو المتصدي الأول لحل حل جميع المبادرة. دكتور طالب، ما تعتبرها أنه يعني الحكومة الاتحادية لما قامت بصرف 500 مليار دينار وعلى شكل قروض، ما تعتبر أنه هذا الموضوع هو مبادرة، مبادرة حسن نية، مبادرة مراعاة لموظفي الإقليم؟ ليش اعترضت حكومة إقليم كردستان على هذا الموضوع؟ يعني حكومة المركز لم يقصر في هذه الناحية. حكومة المركز يعني دائما رغم أنه مطالبات بعض النواب ورغم يمكن قرار بعض القرارات من المحاكم أنه بيوقف هذه الشسمة، بيوقف هذه المنحة، أنه الحكومة ترسل هذه الأموال إلى الإقليم، هذه بادرة طيبة. نتمنى أيضا من جميع المسؤولين في الإقليم التمسك في هذه البادرة وتطوير هذه البادرة، وأن يكونون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة في سبيل حلحلة الأمور ويكون الجميع في الأمان. نحن في مركب واحد، أي خلل في هذه المركب سيغرق الجميع سواء كان في الإقليم أو في الوسط أو في الجنوب. نحن شعب واحد، هذا الشعب يحتاج إلى توعية، إلى مدارات، إلى أن يكون بمستوى المسؤولية أيضا هذا الشعب، وأن يكون مرآة واعية وأن يميز بين الصح والغلط. والانتخابات القادمة، انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات القادمة لمجلس النواب، أن يكونون بمستوى المسؤولية وترشيح من يرون أن يكونون بمستوى المسؤولية ويكونون عيون ساهرة على مصالح الشعب. نعم. بصورة عامة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور طالب ولي الفيلي، رئيس تجمع كفاءات الكرد الفيليين، ضيفا كريما في الأستوديو حدثتنا حول هذا الملف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.